خصصت اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي الذي انطلقت فعاليته أمس بمركز دبي التجاري العالمي أجنحة للاسترخاء والتأمل محاطة بتصاميم من الطبيعة الخضراء، حيث يجد الزائر متنفساً في جناح مبتكر تقدم فيه وجبة للجسم والروح من الأكسجين الطبيعي الذي تنوعت نكهاته بين الياسمين والخزامة والتفاح وسط مؤثرات صوتية تصحب الزائر إلى قلب الطبيعة مع أصوات زقزقة العصافير وشلالات المياه. وحظي جناح بار الأكسجين كما يسمى باهتمام زوار المنتدى لخوض التجربة الجديدة التي ساعدت في تجديد نشاطهم الذهني والبدني. This product is basically called the oxygen bar. And first of all, let me tell you that it's not a new product. It has been in the market for more than 15 to 20 years. This product comes from the US, but this is the first time that recently in 2015, last year, we introduced it to the GCC and Middle East and African market. So it's nothing new, so you don't need to be scared of anything that's dangerous or anything.